عندي رغيف بدقيق الذرة، عندي سكر، ادي ده لبن ولا كريمه؟ ده لبن رايب اهو، حقك عليا. ملح وسكر وسمنه اهو، ده ايه الجمال ده؟ ده ايه الجمال والحلاوه ده؟ ها طبعا انت بتعمل حاجه ما تعجبناش، كله كله بيتاكل. طيب عندي القالب بتاعي بزفره بحته زبده، وبعدين انزل عليه بحبه دقيق ذره. بظبط النار بتاعتي 180 درجة مئوية، هقلب بقى زي الناس من جوه عشان ايه ما يطلعش ايه، حتة كده وحتة كده اهي، كله مع بعضه. انا ظابط درجة الحرارة 180 درجة مئوية اهو، يا صلاة النبي يا صلاة النبي. بعمل ايه يا سيدي؟ عشان بس ما تطرش في وشي، اخش بالفرن اهو فوق وتحت.